آه يا جماله يا جماله. آه بس عارف يابا؟ يلا أنت وحشتني قوي يابا. وأنا يعني متأكد إن أكيد وحشتك. أضحك عليك لو قلت لك آه. خلاص يابا أنت قفلتني يابا. يخرب بيت كده. تصبح على خير. خد ياض اقعد هنا ياض، أنا عايزك. اقعد هنا، رايح فين؟ عايز إيه يابا؟ كلها شوية والشلة الحلوة جاية عشان نلعب بالدومنة. لا بقول لك ايه، انا مش هلعب معاك، انا ما بعرفش العب، ولو على الفلوس خلاص يابا اهو فلست يابا اهو فلست خلاص. انا مش عايزك كلاعب يا، انا عايزك تقف لنا زنهار هنا طول الليل واحنا بنلعب عشان تخدم علينا شاي وقهوه. ظبطنا. الله، الشله الحلوه جت اهي. يا عبد الصبور باشا انت كده خلاص دخلت اللعبه. دخلت ايه؟ وانا لحقت وبصمت كمان من وجهه نظرهم، وانسحابك دلوقتي يعني مافيا، ومش هيسيبوك تبوظ لهم شغلهم. مافيا؟ شت وطي صوتك. ايوه بس المافيا دي وانا بسمعها بس في الافلام والمسلسلات، ما اعرفش انها بجد يعني. انت هتعمل ايه؟ بقولها ايه يعني بلاستيك؟ اما انت فاكره ايه؟ فاكرها رجله. رجله؟ ايوه رجله تبقى في الملوخيه دي، عارفها؟ ابوس ايدك. خرجني منها. مش هينفع. لو شموا خبر انك مش قدها هيطيروا رقبتك، ومش لوحدك، عيلتك كمان. مايا ما سمعت مايا بتضرب. مايا مايا مش قادر اموت. دبيت على ظهري، دبيت على ظهري، اديني دبتين كده. دب دب. شفت لولية اتحولت معايا ازاي؟ وراسها وقلب سيف تجوزك ابنها، بس انا بصراحه كل اللي فارق معايا نومه السرير، اصل انا نومه الارض دي قطمت رقبتي. بس يا رب يفضل هديها كده. يا رب. شو قلت لكم؟ الشيكه والحلاوه دي يا ام حسن. منورين يا حبايبي. بنورك. بقول لك ايه؟ محتاجين بطاطين؟ طيب لو محتاجين لحفه، انا عندي لحفه كتير. لولو حياتي. ايوه. انت ليه زنقه نفسك في السرير معاه؟ تعالي معايا يا مرات ابني المستقبليه، تعالي نامي معايا في اوضتي. سيبينيش. بس كفايه، بس كفايه. يلا يا حبيبتي. كفايه. روحي. يلا يا لولو. مفيش لولا حياتي. خلي بالك منها. يعني انتوا مش مكفيكم انكم رامييني انام تحت بره كده على الارض، ونايمين انتوا هنا فوق على السرير؟ لا وكمان واخدين كل المخدات. انا عايز مخده. حسن عيب يا حسن، عيب تعامل ضيوفك الجمال كده وعيلتك المستقبليه كمان. حسن اتفضل نام بره على الشلة. يا ماما انا نمت الشلة بتوجعلي رقبتي. وبعدين يا حسن هنتدلع ولا ايه؟ ولد ما يصحش كده. ويطلع بره عشان قعدته دي بتخليه يتفرج علينا كلنا. عاجبك كده يا ام حسن؟ بصراحه عيب يا حسن كده. اتفضل بره. يلا يا حماتي. يلا يا نور عين حماتك. يلا يا حبيبتي. طب اجي انا انام جنبك. طيب انا هطلع انام بره والله، بس انا كنت عايز استفسر على حاجه. انتوا ليه؟ ايه ده؟ هلا المخده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انت مرتاحه في النوم كده؟ اه طبعا طبعا، بس هو بصراحه يعني انا مش بصراحه اكيد قلقانه ومتضايقه من اخوكي لانه ما خدكوش معاه، بس بصراحه دي نمره. بكره او بعده بالكتير باذن الله هيجي وياخدنا كلنا نعيش معاه، قصدي ياخدكوا انتوا تعيشوا معاه، ما انتوا اخواته وعمر الدم ما يقبى ميه. حبيبتي عروسه ابني حياتي. ايه ده؟ هو في ايه؟ حياتي. وفي ايه؟ حبيبتي. 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 يا حماتي هموت. حبيبتي هموت يا رب. عروسه ابني.